يعني إعطاء المباراة أريحية، لأن الوقت كلما تقدم أيضا بهذه النتيجة يشكل ضغط نوعا ما على لاعبي منتخبنا الوطني. سالم بمرور أول ومرور ثاني وتسديد وهدف أول، يا سلام! أول التهديدات الآن تأتي من جانب منتخبنا الوطني بتسديدة أرضية ممتازة جدا من سالم الدوسري، باغت فيها الدفاع وسجل أول الأهداف لمنتخبنا الوطني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. لاحظ الإعادة هنا، الكرة مع سالم الدوسري والمحاولة أيضا من اليسار بمرور أول ومن ثم الثاني من أمام بريشيان وتسديدة أرضية غالطت مارك شوارزر، لا يملك حلول كثيرة. كما قلت لكم أيضا قبل ذلك أن ضعيف نوعا ما في الكرات الأرضية، وهذا ما أدى أيضا سالم الدوسري بتسديدة أرضية رائعة جدا تسجل أيضا لصالح منتخبنا الوطني. المرور الأول من الموهبة الجديدة في الكرة السعودية ومن ثم أيضا من مارك بريشيانو، والتسديدة لا يملك أي أحد فيها أي حل أيضا في اللقطة الماضية، وأول أهداف منتخبنا الوطني. يعيد الأمل الآن